السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في تقرير يوم الجديد، معكم محمد زيدان. طبعا انتشار الفيروس كورونا هو كان العامل الرئيسي المحرك للاسواق، وعمليه الضغوطات البيعيه القويه اللي شفناها في اسواق الاسهم يوم امس، وتظل مخاوف مستمره مع تفشي المرض في مناطق مختلفه بعد ما كان الاسواق تتوقع انها كانت ستكون في الصين، اصبحت الان تنتقل الى دول اخرى وخاصه ايطاليا اللي كانت اكثر اصابه. وبالتالي توقعات الاسواق ان معدلات النمو قد تكون عند ادنى مستوياتها في الربع الأول هو اللي خلى الأسواق تتجه إلى الملاذات الآمنة. الملاذات الآمنة هو كانت عنوان تداولات يوم أمس، ومع احتمالات كمان الأسواق ترى أن الفدرالي سوف يتدخل بخفض أسعار الفائدة، فأصبحت الأسواق لا تكتفي بالسيولة اللي بتبقى مقدمة من عمليات البنك المركزي، إنما ترى هناك خفض أسعار الفائدة. فبالتالي هو دي المحركات الرئيسية. إحنا لو نشوف مؤشر فيكس للمخاوف يوم أمس وصل لمستويات 25، ودي مستويات مرتفعة، وهنا مع زيادة ارتفاع مؤشر فيكس أو مؤشر المخاوف ده هيضغط على أسواق الأسهم بشكل عام وشهية المخاطر كمان، فبالتالي هنرى استمرارية في الملاذات الآمنة. في الجلسة الصباحية النهاردة شفنا بعض عمليات تجني الأرباح الطفيفة، ولكن بدون استمرارية، وشفنا فشل أسواق في استكمال العمليات الصحية. تعالى نشوف التحليل الفني، ونبدأ أول حاجة باليورو دولار. اليورو دولار 3 محاولات او 4 محاولات لكسر مستويات 860 870، ولكن كلها فشلت، وده اللي بيخلينا ان احنا نرى ان كل ارتفاع اليورو ما هي الا فرص جيده لبناء مراكز بيعيه جديده. اهدافنا عند 820 805، ومنها 750 على المدى القصير، بشرط ان افضل التداولات محتفظه تداولاتها دون 920. لو بصينا على الجنيه الاسترليني برضو، يعني ما ان هو لحد ما في حركه عرضيه داخل نموذج، ليس يعني النموذج الامثل، ولكن هو ما بين مستويين مهمين لازم نشوف كسر احد منهما لبني مراكز جديده. انا كنت مع الرؤيه السلبيه وما زلت مع الرؤيه السلبيه، ولكن الافضل دلوقتي ان احنا نبص على مستوى 28 80 ومستوى 30 60. اغلاق فوق 30 60 نبدا نبني مراكز شراء جديده، وننتهي من سيناريو بيع لاستهداف مستوى 31 50. اما لو كسر 28 80 مره ثانيه معنى كده هنضغط الاسعار، يبقى هدفنا عند 27 50 احنا منتظرينها منذ فتره. الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي واضح استمرارات عمليات البيع، واضح السلبيه هتستمر عليه حتى عمليات تجني الارباح البسيطه اللي حاول فيها النهارده، احنا هنعترض من الاسبوعي قابلها فشل قوي. حتى لو شفنا ارتفاعات، كل اي ارتفاع يمثل بالنسبه للاسترالي دولار استرالي بالنسبه لي هو هيكون فرصه للبيع. لو نبص هو مستقر تحت مستوى دعمه مهم جدا على اطار الزمن اليومي، هو احنا شايفين دعم مهم عند 66 80 وبدايه تقاطع سلبي ما بين متوسط الـ50 والـ100 يوم، وده اللي يخلي نشوف أهدافنا عند 65 ومنها الـ64 80، بشرط ما نشوفش أي إغلاقات تاني فوق 66 80 المستوى المهم دوت. النيوزيلندي دولار إحنا كده أهدافنا عند مستويات الدعم الـ62 20 اللي هي القاعة هنا، وما زالت أهدافنا منتظرينها، وما زالنا شايفين الرؤية السلبية بشرط ما نشوفش أي صعود تاني فوق الـ64 10. لو بصينا على الدولار الامريكي مقابل الكندي، احنا بنشتري من امبارح وما زلنا نرى استمرار الشراء، اهدافنا عند 33 50، وكانت شرطنا ان نرى استمرار الصعود ان هو السوق يبدا فوق 32 20، وما دام السوق فوق 32 20 مزيد من الصعود متوقع لمستويات 33 50. الدولار الامريكي مقابل ين دخل عمليات جني ارباح طبعا كاستخدام ملاذ امن، ولكن اقترب من الترند المكسور اللي هو عند حوالي 110 120. كل اي هبوط احنا كنا بنستناه ان يعني احنا بنبني مراكز شرائيه جديده 110 20، هو ده عند 110 50، 110 20 تمثل فرصه جيده للشراء لاستهداف مستويات 113.60، بس بشرط ما اقفلش السوق تحت ال 189 خالص مره تانية. طيب الدولار الامريكي مقابل الفرنك السويسري على اطار الزمن اليومي مدال متذبذب، ولو بصينا 4 ساعات يكاد يكون ايه داخل حركه عرضيه مائله للشراء، احنا عايزين نشتري، احنا شايفين مستويات 98 مستويات 98 و99 مستهدفاتنا، اهم حاجه 98 50 و99 مستهدفاتنا، اهم حاجه تماسك مستويات 97 ونص. طب ازاي ان الين الياباني والفرنك السويسري كملاذات امنه ويبداوا يحققوا خسائر في الاسواق؟ اول حاجه معامل ارتباطهم كملاذات امنه قلت بسبب دخول البنوك المركزيه. البنك المركزي الياباني والبنك المركزي السويسري صارمين في موضوع قوه عملتهم، فبالتالي مع اي قوه هنشوفها فرنك سويسري او الين الياباني هنلاقي تدخلات تدفع العمله تغيير اتجاهها. الذهب قد يكون اصعب تداول عليه اليومي، ولكن احنا مع فكره اللي هو ممكن حتى اي انخفاض يا اما استقرار سعري عند مستويات ما بين 1630
وعندنا 1655، ممكن نشوف استقرار سعري بينهم. لا، عشان نبني نظرة على المدى القصير لازم نشوف كسر احدى المستويات. لو كسر 55 معناها 665، ومنها ل 75، وطبعا قمة جديدة اللي هي عند 1688 نبدأ نختبرها مرة تانية. كسر 1630 معنى كده هنخش تصحيح اكثر عمق يستهدف مستويات 1605. غير كده هنكون منتظرين مع توقعات ان هو في استقرار سعري هنا. النفط هو اللي فقد توازن يوم امبارح ودخل عمليات بيع مكثفة، واضح ان العمليات دي قد تستمر لمستويات ال50 دولار. ولو ما شفناش اي تدخلات بتصريحات من اوبك او منتجين مستقلين هيكسر 50 دولار، يبدأ يتجه ل49 دولار، والسيناريو بتاعنا الهابط مستمر ما دام السوق تحت 53.20 على المدى القصير. البيتكوين مزيد من ارتفاعاته، احنا بنؤيد ارتفاعاته مع ان هو مستقر لحد ما هنا، ولكن زي ما قلت 9500 حتى 9200 كلها تمثل 9500 9200 كلها تمثل فرص شراء ما دام السوق فوق 8800، وهدفنا عند ال 10000 ومنها لل 11000. داو جونز الامريكي على اطار الزمن اليومي في اشاره سلبيه جدا، محاوله النهارده الصعود ولكن فشلت. احنا دلوقتي بقينا تحت دعم مهم اللي هو 28350 28250، وتواجده تحت هذه المستويات هيدفع النهارده داو جونز على الاقل ان يستهدف 27560 بشرط استقراره تحت هذه المستويات، لان معناها كده ان هو هيستكمل الكسر. لو فيما لو اغلق النهارده على طرد فوق مستوى الدعم مره تانية يبقى دوت كسر فاشل، ونبدا نرجع للصعود مره تانية ل 28900. غير كده الهبوط هو السيناريو الاكثر احتمالا. ده باختصار اهم مستوى الدعم واستكمال تقرير يوم امس. اتمنى لكم افضل التمنيات، موفق. كان معكم محمد زيدان، مع السلامه.